هذه الحلقة سنستعرض فيها تاريخ مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم منذ بدايته وحتى اليوم. بعد أن حقق الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، يكون أزرق العاصمة قد حصد اللقب 16 في بطولة الدوري السعودي بمختلف مسمياته والممتد لخمسة وأربعين عام. وكان الهلال قد بدأ مشواره الذهبي مع بطولات الدوري في عام 1977 عندما أنهى الموسم بعشرين نقطة من أصل 26. وفي موسم 1979 حقق الهلال لقبه الثاني عندما جمع 30 نقطة من أصل 36 نقطة. غاب الهلال عن التتويج بلقب الدوري لخمس مواسم متتالية ليعود في عام 1985 ويحقق اللقب الثالث بعد أن حصد 37 نقطة من أصل 44 نقطة. ثم أتبعه الهلال باللقب الرابع موسم 1986 والذي جاء بطريقة مختلفة عندما تم تقسيم الفرق الاثني عشر لمجموعتين وإقامة دوري من دورين ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي. وفي موسم 1988 توج الهلال باللقب الخامس بعد أن حصد 34 نقطة من أصل 44. اللقب السادس حققه الهلال في موسم 1990 عندما جمع 34 نقطة من أصل 44. وفي هذا الموسم لم تستقبل شباك الأزرق سوى 6 أهداف، وهو الرقم الذي لم يكسر حتى الآن. تغير مسمى بطولة الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، وبه اختلف نظام البطولة ليغيب الهلال لخمس مواسم متتالية ويحقق انتصاره في عام 1996 ويتوج باللقب السابع في مسيرة الدوري. وتمكن الهلال من إضافة البطولة الثامنة موسم 1998 على حساب الشباب عندما تغلب عليه في المباراة الختامية في المربع الذهبي بثلاثة أهداف لاثنين. وفي موسم 2002 استطاع الزعيم تحقيق اللقب التاسع، وهذه المرة على حساب الاتحاد بعدما كسبه في النهائي بهدفين لهدف. البطولة العاشرة للهلال حضرت في عام 2005 عندما تفوق الأزرق في المباراة الختامية على كأس دوري خادم الحرمين الشريفين أمام الشباب بهدف دون رد. وفي موسم 2008 وبعد إلغاء نظام المربع الذهبي استطاع الهلال التتويج باللقب الحادي عشر بعد أن حصد 48 نقطة من أصل 66 متساويا مع الاتحاد في ذات الرصيد، إلا أن فارق المواجهات المباشرة جاء لمصلحة الهلال. البطولة الثانية عشر للزعيم كانت في عام 2010 الذي حمل مسمى دوري زين السعودي للمحترفين، وقد تمكن الهلال من حسم البطولة قبل النهاية بثلاث جولات حاصدا 56 نقطة. وجدد الأزرق علاقته مع البطولة للمرة الثالثة عشرة في الموسم التالي محققا رقما جديدا قوامه 64 نقطة، وأكمل تميزه بإنهاء الموسم منذ وقت مبكر وبدون خسارة. غاب الزعيم لخمسة مواسم دون التتويج ليعود مجددا ويحقق لقبه الرابع عشر موسم 2017 محملا ب66 نقطة تحت مسمى دوري جميل السعودي للمحترفين، واستكمل مشواره البطولي بلقبه الخامس عشر دوريا بموسم 2018 ب56 نقطة وبمسمى الدوري السعودي للمحترفين. وفي هذا الموسم تمكن الهلال من التتويج باللقب السادس عشر قبل نهايته بجولتين، وهذه المرة بمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.